بهذه المناسبة تحتفل مديرية النشاط الاجتماعي وذلك بتوزيع عتاد خاص بهذه الشريحة. كذلك ستبرم عدة اتفاقيات مع مصالح مديرية الشباب والرياضة وكذلك مديرية السياحة، وهذا من أجل ترسيخ سياسة التعاون، سياسة التشاركية من أجل التكفل بهذه الشريحة. هذه الاتفاقية التي ستفتح المجال لفئة ذوي الهمم لاستغلال أمثل للمنشآت الرياضية والشبانية وكذلك الاستفادة من مختلف البرامج القطاعية سواء شبانية أو رياضية. بالنسبة للبرامج الشبانية على غرار يعني المخطط الأزرق وكذلك مختلف الرحلات وكذلك مختلف الاحتفالات التي تكون على مستوى المنشآت الشبانية. ارتأت مديرية السياحة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي إمضاء اتفاقية شراكة وتنسيق وتعاون لمرافقة هذه الفئة الخاصة وإعطائها الأولوية والعناية الخاصة من خلال تنظيم رحلات سياحية للمناطق السياحية والمناطق الحموية وكذلك تقديم تسهيلات على مستوى المؤسسات والمعارض